للمزيد من المتابعة معنا أستاذ خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشؤون أسواق المال. أستاذ خالد أهلا بيك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. طيب، إيه أهمية عودة الاستثمار الأجنبي أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري دلوقتي تحديدا؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، خلينا نتفق اتفاق، لا يتكالب المشترون أو المستثمرون على أي منتج إلا بسبب جودته. في اختلاف على الكلام ده؟ تمام. فإحنا النهارده حضرتك مصر دولة من الدول اللي موجودة في مجموعة الدول النامية والناشئة. نعم. المستثمرين الأجانب اللي موجودين سواء في دول نامية أو ناشئة زينا أو موجودين في الدول المتطورة بيستثمروا في جميع الأسواق. في مجموعة من المستثمرين بيبقوا متخصصين في الدول النامية والناشئة. الناس دي بيبقى معاها فلوس بالدولار. تخش على الدول النامية أو الناشئة تبيع الدولار وتشتري العملة المحلية بتاعت هذه الدول وتستثمر في أدوات الدخل الثابت بتاعتها اللي من ضمنها أذون وسندات الخزانة الحكومية الحالة اللي احنا بصدادها، لما تبقى حاسة انه الاقتصاد ده اقتصاد قوي مطمنين ان المخاطر قليلة بتبتدي تخش وتستثمر في هذه الاقتصاديات، وعلشان تستفيد من أسعار العائد المدفوعة أو أسعار الفايدة العالية، لأنه زي ما حضرتك عارفة الناس دايما بتبص على في البنش مارك أو المحدد الأساسي لأسعار الفايدة، طبعا الأدوات بتاعت الخزانة الأمريكية. كل ما نبعد عن الخزانة الأمريكية وننزل على الدول الناشئة الأسعار العائد الأسعار الفايدة بتطلع. فالمستثمرين النهاردة ما بيخشوش في الأسواق أو بيتكالبوا أو بيبتدوا يحولوا دولار وعملة أجنبية إلى أسواق نامية وناشئة إلا لما يبقى متأكد إنه أو على ارتياح إن الأسواق دهيت اقتصادياتها قوية وإنه المخاطر فيها قليلة. إحنا حضرتك إحنا كان عندنا في مصر بسبب بداية البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي ابتدت سنة 2016 كانت ابتدت الأجانب ترجع تاني وتخش بقوة في منتجات الدخل الثابت ومنتجات الأذون وسندات الخزانة الحكومية، وده وصل ذروته كان في شهر لغاية شهر آخر إبريل سنة 2018. وبعدين حصلت المشاكل اللي حصلت في الأسواق النامية والناشئة اللي كان على رأسها طبعا المشاكل الاقتصادية اللي كانت حصلت في تركيا وفي الأرجنتين أدت إلى طبعا صعود، يعني ده اللي أدى جزء كبير من الأموال دي من عندنا أيضا. ده طبعا، وفي الفترة دي طبعا بما أننا من الأسواق النامية والناشئة المستثمرين الأجانب ابتدوا يخرجوا من هذه الأسواق. نعم. والحقيقة كان خروجهم من مصر، عشان أبقى بوضح، هو كان خروجهم من مصر مش بسبب قلقهم من حاجة في مصر، ولكن هو خسر كتير جدا في الدول التانية وكان كسبان في مصر، فعشان يعوض خسارته على المحفظة الإجمالية بيبيع المنتجات اللي هو كسبان فيها عشان يعوض الخسارة اللي خسرها في الأسواق اللي كان فيها مشاكل. يعني البيع بتاع مصر ما كانش بسبب تخوف من مصر أو سوء أداء اقتصادي في مصر، بالعكس هم كانوا كسبانين في مصر فكان بيبيع مصر علشان يعوض الخسارة اللي خسرها في الأسواق التانية. تمام؟ طيب تمام يا فندم. يعني عودة الاستثمارات اللي كانت خرجت دي واستثمارات الأجانب تحديدا في أدوات الدين، يعني احنا دلوقتي حجم الاستثمارات دي تقريبا قد ايه؟ حجم الاستثمارات في حدود 13 مليار دولار تقريبا اللي موجود حاليا الاستثمارات. وهل ده رقم مرضي يا فندم؟ والله هو رقم طبعا مرضي. يعني مرضي، وبعدين حضرتك هو في زياده. احنا خلينا نقول انه الاستثمار النهارده التدفق ابتدى يرجع تاني من اول شهر يناير سنه 2018. يعني احنا الاسبوع الاولاني من 2018 على الرغم من وجود الدول الغربيه كلها في اجازات علشان اعياد الميلاد وعلشان اعياد راس السنه، ابتدينا نشوف تدفقات بس كانت بسيطه. ابتدت تزيد في الاسبوع الثاني ووصلت الى ذروتها في هذا الاسبوع ده. كان في تدفقات الحقيقه مرضيه وان شاء الله يعني ربنا يديمها.
والحقيقه برضو في حاجه ملفته مهمه جدا، حتى في الفتره اللي فاتت اللي كان فيها اجانب، كان فيها اجانب وما الاجانب عمرهم ما بقوا زيرو، طول عمرهم كانوا موجودين، ولكن الفتره اللي فاتت كانوا دايما بيستثمروا في المدد القصيره، وزون الخزانه الثلاث شهور، اعلى استحياء بيبقى في الست شهور، نتيجه ان هم كان عندهم لسه مش مستريحين، مش لمصر ولكن للايمرجنج ماركتس او الاسواق الناميه اللي مصر موجوده جواها. النهارده الحقيقه انا بالنسبه لي كمتخصص اكتر حاجه الحقيقه مخلياني مبسوط جدا ان احنا شفنا اجانب في سندات الخزانه الخمس سنين. يعني هو شايف مستعد يقعد مع مصر خمس سنين، حاسس انه ان سعر العمله واسعار الفايده بالنسبه له هيبقى في حياته يعمل منها مكاسب. يعني عاده كانوا السنوات اللي فاتت بيدخلوا في اذون قد ايه يا فندم؟ كانوا بيخشوا في الاذون الغالبيه العظمى كانت بتخش في اذون الثلاث شهور. ده الحد الادنى تقريبا. افندم هو احنا عندنا حضرتك عندنا اربع اصدارات اذون خزانه، ثلاث شهور وست شهور وتسع شهور و12 شهر. ده الحد الاكثر الاذون عندنا 12 شهر. وعندنا اصدارات سندات ثلاث سنين وخمس سنين وسبع سنين و10 سنين. تمام؟ دي الاصدارات اللي احنا بنصدرها كل اسبوع. هل نقدر نقول قد ايه او نسبه قد ايه من ال 13 مليار دولار سندات طويله؟ خمس سنين؟ لا، قليلين جدا 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 جدا، نسبة قليلة جدا. إن شاء الله بداية ابتدينا، يعني الحقيقة احنا برضو ما كناش بنشوف الخمس سنين دي كتير. أيوة. النهاردة وصلنا امبارح يوم الاثنين كانوا العطاءات بتاعة سندات الخزانة الخمس سنين والعشر سنين، وصلنا انه كل ما طرح من وزارة المالية في الخمس سنين اتغطى من اجانب، مفيش مستثمر محلي خد جنيه واحد من الاصدار. بالكامل راح لمستثمرين اجانب. ودي الحقيقه ما شفناهاش قبل كده. انه 100% من اصدار يروح للاجانب، دي ما شفناهاش قبل كده الحقيقه. وعلما مع نزول في اسعار الفايده. يعني ما هم مش ما دخلوش وطلبوا اسعار فايده عاليه، لا ده مع نزول في اسعار الفايده. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد عبد الرحمن مساعد وزير الماليه.